ارتفع عدد مسافري الملكية الأردنية إلى أكثر من 2 مليون مسافر في عام 2006. ارتفعت إيرادات الملكية الأردنية إلى أكثر من 447 مليون دينار أردني في عام 2006. الملكية الأردنية عضو في تحالف One World وتربطكم بأكثر من 680 وجهة في 142 دولة حول العالم. الملكية الأردنية، استثمر في الملكية الأردنية.